السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير ويمن وبركات. كيف حال الشباب؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسعادة. زي ما عودناكم دايما على المفاجآت والألعاب الجديدة على قناتكم RTS and War Games. واليوم يا شباب جايبين لكم أول مراجعة وتغطية عربية للعبة أرمور كلاش 2022. كل الشكر لقناة RTS Games للجنرال زياد على الدعم اللي قدمه لنا. ان شاء الله نردها لكم الفترات القادمة اضعاف باذن الله. دي يا شباب مراجعة للعبة ارمور كلاش 2022، اللعبة الاسطورية. زي ما انت شايف كده، اول ما بتدخل بيديك زي جراش مليان وحدات، انت بتختار الجيش بتاعك. زمان كان بيبقى فيه فصائل او فاكشنز معينة، لا انت النهاردة بتختار الجيش بتاعك وانت اللي بتشكله بنفسك. انا دلوقتي قدامي حاجة اسمها الاي بي سي او المدرعات، فبختار منهم. حاجة اسمها البي ام بي 3 دي كويسة، بتقارن على الجنب اليمين عندك التكلفة والاتش بي وعندك الدامج، انت بتختار افضل حاجة وانسب حاجة ليك بالنسبة لك. انا اخترت البي ام بي. وهنا طبعا قسم الدبابات او التانك، عندك تير 14 وعندك الليوبارد وعندك التير اللهم صل على رسول الله الابرامز والتشالنجر والتي 72، وانت بتختار انسب حاجة منهم. انا بالنسبة لي هختار الابرامز. وهنا طبعا في فاير سبورت او مضاد للطيران، اختار طبعا انا الام اي ام 72، ده ممتاز. وهنا المدفعيه اختار ام 270، والجان شيب اختار الميل 128، والمقاتلات اختار الاف 14 فانتوم لان هي تعتبر اعلى دامج واعلى هيلث بار. وبالنسبه للسفن مش هروح كتير برضو، اختار بالنسبه للقلب الصغير الهماس، واختار هنا دايما هشوف يعني الاقوى من حيث الهيلث بار والدامج. وهنا طبعا الكاري هنا الباتل شيب. تمام، هخش على المعركه على طول اظبط. طبعا خرائط زي ما انتم شايفينها هنا ممتازه جدا، فيها بحريه وفيها بر. هندخل بس في الجيم ونبدا بقى نتكلم بصوره اعمق شويه من كده، لان انا بس ايه بعرفك على نظام اللعبه من قبل ما ندخل. من واحنا في اللوبي احنا هنا بنختار بنختار الصعوبة، بنختار اللون بتاع الخصم. انا اختاره طبعا ايزي لان الذكاء الصناعي هنا في منطقة وانا لسه في البداية، مش هجيبه حتى نورمال. هقفل بقية الاماكن لان الخريطة دي تسيع اربع اماكن. نعمل كونكت. تمام 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 تمام، الامور تمام خلاص. امبارح يا شباب انا كنت سجلت كده جيم على السريع، نظرة اولية على اللعبة كان من جهازي الثاني، وطبعا اتفاجئت بامكانيات القويه جدا المطلوب من اللعبه. اللعبه يا شباب ديماندنج جدا، لعبه 40 جيجا، لك ان تتخيل مساحتها 40 جيجا، واللعبه مش اوبتمايزد للاسف حتى الان، يعني محتاجه امكانيات اسطوريه عشان تقدر ان هي تمشي معاك كويس على الجهاز. يعني انت لو جهازك من ابو كرتونه انسى ان هي تمشي معاك تماما، محتاجه جرافيك قوي. هل اللعبه حصل فيها تغييرات عن الاصدار السابق؟ ايوه حصل اصدارات على كل شيء. زي ما انت شايف المايه والجرافيكس بقى اقوى من الاول. انا جايب بالمناسبه شباب جايب الجرافيكس على الالترا اللي هي اعلى شيء. تمام، و اتفاجئت ان اللعبه لما شغلتها بجهاز تاني، انا عندي جهاز تاني كور اي 7 ورامات 16 وكارت 1650 جي تي اكس، اكتشفت ان اللعبه مش شغاله كويس معايا. امبارح كانت بتهنج وتقطع وكده، اضطريت لما اروح
اطلع اللابتوب التاني بامكانيات اقوى شويه وكارت RTX اللي انا اللعبه اشتغلت معايا على الهاي كويس. لكن لو انت جهازك ضعيف انسى ان هي تشتغل بالكامل، ده اول عيب. تمام، ايه المميزات او ايه الحاجات اللي اتحسنت فيها شباب؟ لازم تعرف ان في حاجات كتيره جدا اتحسنت. اول شيء خطوه ان انت تشكل جيشك في البدايه، دي خطوه ممتازه، ودي طبعا بتعمل نوع من انواع المفاجاه لو انت بتلعب ضد واحد. طبعا هما لسه ما اضافوش خيار اللي انت تقدر تلعب ضد بني ادمين، بس اعتقد ان المطور شغال على اللعبه دي بكل قوه. ان شاء الله في اصدار الاصدارات اللي جايه بعد كده هيبدا ان هو ده، لو ما فيش شركه اشتريتها، لان انا حاسس ان هو بيعمل كده ان هو عايز شركه تشتريها. طبعا امكانيات الشركه غير امكانيات الفرد، هو ده واحد بس اللي بيعمل اللعبه، لك انت تتخيل ان ده فرد واحد بس بطوله هو اللي بيعمل اللعبه. طبعا الجنود عندك نوعين بس، عندك في الرادار سنتر اوبت بني، دي طبعا الكنترول سنترز الموجوده في البحر. البحر هنا شكله جميل يا شباب. طبعا انا مستني ان انا الريسورسز بوينت عندي تشتغل واطلع فلوس عشان اقدر ان انا اتعاقد على قطع بحريه، واوريكم الجمال اللي موجود في القوات البحريه. واي حد بيحب يلعب استراتيجي بحري اللعبه دي هتكون متوجهه له بالاساس. طيب الحاجات التانية برضو اللي اتغيرت يا شباب في اللعبة عن الاصدار السابق، البيلدينج زون. يعني ايه البيلدينج زون؟ يعني نطاق البناء. زمان او الاصدار اللي فات كان الموضوع محدود جدا، حتى الشباب انتقدوا اللعبة، قالك ازاي انت بتشبهها بجنرالز، وحتى الحفار ما يقدرش يطلع بره ارضك يبني دفاعات يبني مباني اي حاجة. لا دلوقتي الموضوع الحمد لله تحسن جدا، وبقى بسهولة ينفع تبني بره حدود ارضك بمسافه كويسه، دفاعات مباني زي ما انت عايز، يعني وسع عليك شويه. لكن احنا مطالبنا ان هو يخليها يعني غير محدوده، غير محدوده بليمت او زون معين، بحيث ان انت بسهوله تقدر تبني في اي مكان وتبقى استراتيجي مميز، و تقدر اللي انت تبني في اي مكان في الخريطة. طيب هل ده بس التغييرات؟ لا، برضو حصل تغييرات في الانيميشنز بتاعت حركة الطيران وحركة الاليات والوحدات بصفة عامة. لكن اللي انا خدت بالي منه او الطيران، خاصة لما سيطرت على حملة الطيران في عرض البحر وشفت الطيران وهو بيروح يضرب ويرجع، الانيميشن او الفيزيكس بتاعت الحركة اصبحت اقرب ما يكون الى الحقيقة. طبعا ده شيء مميز، لكن التحديث اللي انا بشوفه عيب هو بصراحة الجرافيكس يعني الخرافي، اللي انا بحسيت ان هو يعني مستهلك كمية كبيرة جدا من امكانيات الجهاز يا شباب، لكن مطلع لك جودة استثنائية. يعني زي ما انت شايف شكل البحر، الفي اف اكس والمؤثرات البصريه مش اقوى شيء، لكن اتحسنت بصفه كبيره جدا عن الاصدار الثالث او الاصدار القديم. زي ما انتم شايفين دي جزيره الجرافيكس اسطوري، ودي طبعا منطقه سيطره في عرض البحر، اروح اسيطر عليها و هيطلع لي مكافاه حمله الطيران. ده مبنى المبنى اللي هو الاستراتيجي اللي بيديك الوحدات اللي هي اقوى شيء. بدأت اطلع وحدات بحرية، طبعا مش حابب ان انا احتك مع الخصم الا لما اكون مجهز نفسي، عندي معاك قطع كويسة، لان المعارك البحرية انا لا يستهان بها اطلاقا يا شباب. بدأت احشي طبعا قوات برية تحسبا لاي هجوم مضاد بقوات البرية. ميزة الخريطة دي ان انت المينا بنيف، يعني
المينا موجود بشكل ممتاز جنب القاعده، مميز قوي القاعده يا شباب، شكلها مميز يعني. المينا كده جنبك وانت بتبني، وقدامك البحر كده جنبك، يعني تحس كده اللي انت يعني الموضوع حقيقي جدا. ده المطار طبعا للاسف الشديد عندك نوعين بس، نوع هليكوبتر ونوع نوع مقاتله اللي هي الاف 14 فانتوم اللي انا اخترتها في بدايه الجيم. والله انا نفسي صراحه اشوف اصدار كامل من اللعبه، نفسي اشوف ان هي اوبتمايزد بصوره كبيره ومناسبه للاجهزه الضعيفه والمتوسطه. نفسي اشوف ان انت اضفت اوبشن ان انت اللعب بلاير ضد بلاير، تمام. نفسي اشوف ان انت تعمل شوت فيه حاجات بسيطه زي مثلا الماوس. الماوس يعني شكله زي الماوس اللي هو بتاع الويندوز، يعني مش معقوله لعبه ب $40 ومش عارف تغير لي شكل الماوس تخليه مثلا شكل مميز او حاجه. رابع حاجه الاصوات والفي اف اكس كويسه وتحسنت، لكن هي برده مش افضل حاجه. خامس حاجه الحفار او يعني الدوزر مش بيبني في اي مكان في الخريطه وده عيب، تمام. سابع حاجه عدد الوحدات متحدد بعدد معين، وده طبعا يعني يعني غير على غير رغبه محبي الالعاب الاستراتيجيه ولعبه الجنرال زيرو اور بصفه خاصه. ونتمنى ان شاء الله في الاصدار ده كل الحاجات اللي اتكلمنا فيها دي تتحل، لكن ان شاء الله يعني انا حاسس ان المطور ده بيسعى ان هو يطلع لنا حاجه كده في مره اسطوريه. خلوا بالكم يا شباب برضو احنا مش حابين، احنا حابين نكون منصفين، هو شغال لوحده بالكامل. طبعا في شويه حاجات احنا بنقولها، لكن ده ما يبخسش حقه ان اللعبه تعتبر لعبه استراتيجيه متميزه، وكفايه ان هو يضيف لنا البحريه. اي يعني نعم يعني مش 100% مثلا، لكن انا حاسس في الاصدار ده ان هو بدا يقترب من المثاليه اكثر فاكثر، وهذا شيء مميز صراحه. وان شاء الله كل الدعم ليه، والفتره القادمه نشوف اصدارات افضل بكتير، وخاصه نراعي الشباب اللي ما عندهاش اجهزه قويه ان هو يعمل لنا جيمز جيم اوبتمايزد اكتر. لكن هو انا عشان يعني لك ان تتخيل اللي انا عشان اقدر امشي الجيم بالشكل اللي انت شايفه ده من غير جليتشات، انا مشغله على اعلى جهاز عندي، وجهاز امكانياته مش بسيطه خالص، يعتبر احدث شيء. ونتمنى ان شاء الله الفتره القادمه ان احنا نقدر يعني نغطي كل الالعاب الاستراتيجيه او احدث الالعاب الاستراتيجيه اللي بتنزل. ده طبعا اشتباك في البحر. زي ما انت شايف. بدأنا نطلع البرجات الكبيرة، بدأنا نسيطر على مناطق التمركز اللي موجودة في نص الخريطة. لو قدرنا ان احنا نسيطر على جميع مناطق السيطرة اللي موجودة في عرض البحر، ابدأ ان شاء الله اتحرك بري، وابدأ ان انا احشد قواتي البرية واتحرك ناحية قاعدة الخصم. لكن انا لحد دلوقتي ما عنديش قوات كافيه اقدر ان انا اسيطر فيها على البحر. زي ما انت شايف يا شباب البحر شكله اسطوري فعلا، شكله جميل. المؤثرات كانت محتاجه تكون افضل من كده. المؤثرات ما زالت برضو ليست افضل شيء، ولكن يعني هقول الصراحة برضو ان هي افضل بكثير من الاصدار السابق، لكن برضو لسه يعني مثلا شكل التوربيد او الصاروخ اللي بيطلع من المدمرات اللي هي الكبيرة شكله يعني
غير واقعي بالمره. هل هو مثلا في مشكله في المحرك تمنعه ان هو يضيف مثلا حاجه شكلها واقعي، شكلها افضل شويه، مش عارف. طبعا دي كلها رسائل بنوجهها له، وان شاء الله نعمل فيديو باللغه الاجنبيه او اللغه الانجليزيه برضو موجه لل موجه لل الاجانب. طبعا هما بدأ رجعوا تاني يحتلوا منطقه المنتصف زي ما انت شايف، وبيتم التصدي ليهم حاليا بمنتهى القوه والاشتباكات. او ده شكل الصاروخ اللي احنا بنتكلم عليه شويه، تحس ان هو سهم كده، شكله برضو مش عاجبني قوي. بدأنا بقى نطلع شوية مدرعات وبحرية تانية. قربت احسم معركة البحر واللي انا سيطر عليه بالكامل، بس مستني يعني الوضع المادي معايا يظبط شوية. زي ما شايفين بدأوا يهجموا عليا بطيران وقاصفات، لكن المميز اللي موجود في المدمرات والقطع البحرية الكبيرة ان هي مدعومة بمنظومات دفاع جوي متطورة جدا، وده شيء كويس، ده شيء عسكريا كويس. لكن انا برضو يعني هأكد على نقطة ان احنا محتاجين تعديلات في الفي اف اكس والمؤثرات الصوتية والبصرية. الطيارة هي بس هيتم استهدافها حالا، هيتم استهدافها حالا، تم اسقاطها. جاري تدمير السفن المرابضة في القاعدة البحرية الشمالية للسيطرة عليه، ومن ثم السيطرة على حاملة الطيران. هنشوفها دلوقتي. طلع بعض مروحيات الميل 128 نايت هانتر. خلاص تمت السيطرة على القاعدة الشمالية البحرية، وحاليا هنبدأ
نسحب حملات الطيران ونحرسها بالمدمرات ونبدا بقى نشكل قوتنا الهجوميه لاول مره. للاسف سيطروا على بعض القواعد الوسطى بصنوح نحررها حاليا. طبعا الجيش البري بيبدا يكتمل اهو. انا للاسف الفتره اللي فاتت ما كنتش مركز قوي مع القوات البريه، لكن حاليا هرجع تاني استعيد لواء الامور في القوات البريه ونبدا ان احنا طبعا حملات الطيران بدات تخرج اهي. تعرض طبعا لهجمة من القوات البرية وبعض المروحيات، لكن تم تدميرها بالكامل. موضوع يعني الموضوع مش سهل، مش بسيط خالص موضوع الحرية ده. احنا حاليا بنحتل المنطقة الوسطى زي ما انت شايف. من ضمن الحاجات برضو الغريبة يا شباب في اللعبة، القاعدة بتاعت العدو انت لما تيجي تستطلعها هتلاقيها مش باينة، يعني مش باينة اصلا خالص. طب دي حاجة غريبة. هو في العاب كوماند اند كونكر كان بيحط لك زي غباشة سودة كده، معناها ان انت الحتة دي انت مش هتقدر تعمل لها ريفيل او استطلاع الا لما انت تروح بنفسك. ودي حاجة يعني حاجة كويسة وحاجة واقعية، انما هنا شكلها بصراحة مش واقعي. يعني انت دلوقتي مثلا منطقة معينة بالكامل كشفها لنا، طب ايه الفايدة ان انت كشفها؟ ايه الفايدة؟ طب ما تحط عليها علامة سودة زي ريد اليرت ولا زي جنرالز بحيث ان احنا نعرف ان دي مش مستكشفة. وبرده خاصية الاستطلاع وخاصية القمر الصناعي كل الحاجات دي بتبقى موجودة في الجيوش الحديثة، برده مش حاططها. في اضافات كتير المفروض بصراحة تتحط، واحنا بنأمل ان هو يعني نأمل إن هو يبقى فيه وسيلة تواصل مع المطور بحيث إن احنا نقدر نوصل له أفكارنا ونوصل له الاقتراحات اللي احنا بنقدمها عشان الجيم أو اللعبة نشوفها في أفضل صورة ممكنة. دي طبعا هجمة بالطيران الموجودين على حملات الطائرة، تم نسف المدمرة بنجاح يا شباب وتم اغراقها بالكامل. هنعمل هجمة بقى ندمر المينا بتاعهم، ودي هتبقى خطة قوية لينا بحيث ان احنا نقدر نسيطر اكتر على وضعنا. بدأنا نتدرب بقطع بحرية في البحر. ابعد قواتك بسرعة، ابعد. دي انا هبدأ اتحرك بقى بالقوات البرية دي عشان متضربش اكتر من كده، لان انا حطيتهم برضو في مكان مش كويس. تم تدمير فعلا دبابة. تم تدمير دبابة، لكن ان شاء الله ده الفليت بتاعنا. هم بدأوا بيطلعوا القطع.
هندمر المطار، هندمر المطار. تم تدمير المطار بنجاح. دي القوات بتاعتنا البرية، نبدأ بقى نحركها. دي مروحية ميل 128 هليكوبتر. بدأنا ندمر كل المباني المرابطة للمينا العدو. طبعا احنا محتلين خلاص البحر كده بتاعنا بالكامل. دي المروحيات اهي بتعمل عملية باترولينج. من ضمن برضو الحاجات يا شباب اللي احنا نتمنى نشوفها في اللعبة دي الكوماندينج اوبشنز او خيارات القيادة. دي طبعا من المهام الحاجات اللي موجودة بصورة مكثفة جدا واساسية في سلسلة كوماند اند كونكر، وللأسف مش موجودة هنا في اللعبة دي. وانا اهتم بالجرافيكس واهتم بالديزاينز والوحدات، لكن كل الكلام ده اهمله تماما. يعني مثلا ما عملش حاجه زي اللي انت تعمل جارد او علامه الجارد اللي موجوده في جنرالز دي. دي لحد دلوقتي هو مش عارف يعملها. طب ايه السبب؟ انا مش عارف. يعني هل مثلا الموضوع صعب جدا عرفت تعمل كل ده ووصلت للمرحله الفوق الممتازه ديا مش قادر تعمل حاجات بسيطه زي دي؟ انا مش عارف بصراحه. ولذلك ان شاء الله احنا هنوصل له كل الكلام ده والرسائل دي هنوصلها له بالكامل، بحيث ان هو يقدر يضيف لنا كل الاضافات دي في الاصدارات القادمة بحول الله تعالى. في بعض القطع البحرية بدأت تطلع تاني، نبدأ نعزز الجبهة الشمالية بتاعتنا القوات البحرية. جاري التحضير لهجوم بري واسع النطاق، استخدم فيه المدفعية وقاصفات الام 270 ميلرز، قاصفات الصواريخ الخطيرة جدا، ونشوف الانيميشنز بتاعتها ولا هي جيدة ام لا. بدأت تطلع بعض القطع المروحية. بحط دفاعات بجرب كده اشوف ايه الاخبار.
احلى ميزه ان انت بتستخدم الدوزرز وينفع تبني في كذا وقت عادي، دي ميزه ممتازه صراحه. بدات اطلع احرك الهليكوبتر ناحيه اللي هو الهجومي البري، وفي بعض القطع بتتحرك من القاعده من ضمنهم الـ M270 ميلرز القاصفه الاستراتيجيه. الجاري الاشتباك